نحن هنا في قرية غنوتوفا في منطقة أو في إقليم دونياسك بمنطقة دونباس على الحدود بين الجيش الأوكراني والمسلحين الموالين لروسيا. هذه القرية بات جزء من منازلها تحت سيادة الجيش الأوكراني وجزء آخر تحت سيادة الانفصاليين، ونسمع لصوت إطلاق النار يتكرر بين الفينة والأخرى. حقول الألغام باتت تفصل سكان هذه القرية. مثلا هنا خلفي تشاهدون علامات الألغام التي تظهر هنا تنبه السكان هنا في المنطقة بأن الانتباه من حقول الألغام التي يزرعها الجيش الأوكراني وكذلك الانفصاليين. كل طرف يحاول الحد من تحركات الطرف الآخر. على الجهة الأخرى في هذا الاتجاه نشاهد المنازل التي تم تدميرها بقذائف الانفصاليين والتي لا تزال شاهدة على حرب ضروس تقع هنا على الحدود. هذه الحرب ليست بالضرورة الاجتياح الروسي المحتمل، لا، هذه حرب بين الجيش الأوكراني والمسلحين الموالين لروسيا يقومون بإلقاء القذائف. دمروا عديد المنازل هنا في هذه القرية. سنحاول إيصال الكاميرا إلى هذه المنازل، جزء منها الذي نزلت عليه قذائف المسلحين الموالين لروسيا ودمرته تدميرا كاملا. مثلا هنا تشاهدون خلفي، هذا كان منزل لعائلة التقتها قناة الغد وتم تدميره بقذيفة من الانفصاليين الذين يتواجدون على بعد أقل من كيلومتر من هنا. خرق وقف إطلاق النار يتكرر. الجيش الأوكراني قال أنه سجل 4 خروقات لوقف إطلاق النار. سمعنا صوت الرشاشات، المدافع الرشاشة يتكرر اليوم كم مرة هذا الصباح، وبالتالي السلم الذي يبحث عنه العالم على مستوى أوكرانيا لا يزال هنا بعيد كل البعد. صحيح أن الحرب الروسية لم تشتعل بعد، لكن هناك حرب بين الجيش الأوكراني والمسلحين الموالون لروسيا دامت لسنوات، وسكان هذه القرى كأنهم اعتادوا على هذا الواقع المؤلم، الواقع المرعب، لكن لا مجال لهم للتحرك إلى منطقة أخرى لظروف اقتصادية ومادية، والبعض الآخر مرتبط بأرضه أيا كانت الظروف. محمد الفنيش لقناة الغد من الحدود بين الجيش الأوكراني والمسلحين الموالين لروسيا.